خلينا ناخد معاك لقطة وتعليق وافكرك بتاريخ جميل. جاهز؟ جاهز. يلا بينا على لقطة وتعليق مع الكابتن محمد حلمي. اول لقطة، ها، كاس العالم ناشئين. ايوه، ماتش المانيا، مصر والمانيا. كان لا بقى كنا لازم ناخد كاس العالم ده، كان لازم والله، وكنت كان سهل جدا ان احنا ناخد. احنا المانيا دي اللي كسبناها، دي هي اللي واخده البطوله بطوله وكسبانه النهائي 4. عملت ماتش احنا بس كان الله يرحمه انور السادات لما خسرنا من انجلترا 4-2 بعد ما كنا كسبانين 2-0 او ربع ساعه. والماتش خلصان يعني. كان حصل اصلا موقف على ماتش انجلترا دوت كمان يعني، اللي هو الله يرحمه. عايز اسالك يا حلمي، بدايه رائعه مع منتخب الشباب وشكل اكتر من رائع، قبل ما اخد بس اللقطه الثانيه دي لان ده مهم جدا. المنتخب الاول ما كانش ليك بخت؟ لا، انا مشكلتي كنت بتعور. انا هقول لحضرتك الحق. انا بعد ما رجعت من المنتخب الناشئين ده خدت سنه كامله اصابه. يا ساتر. جالي تمزق في العضله الخلفيه وانا كنت لسه صغير في التمرين، لان كنت لسه يعني كان الفرقه بتعمل فتره الاعداد. مجموعه بقى طهرب زيد وعلاء ميهوب. كان فتره الاعداد بنعملها في نادي الزمالك، واحنا كنا خلاص واصلين بنلعب ماتشات. فكنت لازم اريح. واخد بال حضرتك؟ فاتمرنت معاهم وعملت السرعات معاهم وعملت فتره الاعداد. جيت اتعورت. فاول مباراه كنت انا والكابتن علي خليل. اتعورنا. انا جالي تمزق في العضله الخلفيه. خدت فيه سنه. حطيت ميه سخنه، حطوا لي ميه سخنه في النادي. زودت. مش انا اللي حطيت. قالوا لي لا، يعني ده ما فيش حاجه. ده ساعتها ما كانش. شد كده خفيف. حطيت ميه سخنه فقعدت معايا بقى، وانا اصلا اسلوب لعبي كله فنتات. طبعا. وتغيير اتجاهات. كله شغل على العضله. فكله على العضله. فاجي اعملها احس ان العضله هتشد مني، اروح مقلل. اجي اعمل سبرنت ما اقدرش. فلدرجه ان اتهموني بقى بالغرور، اتهموني بان انا خلاص متكبر على الكوره، مش عايز الكوره كده يعني. فدي فرقت معايا كتير قوي. دي حاجه. كل منتخب تجمع منتخب والله كنت بتعور. حتى في لوس انجلوس لما رحت لوس انجلوس اتعورت هناك. ما لعبتش خالص هناك؟ لا، قلت مش هلعب. انا ربطت وسطي بالعضله الضمه ببنداج كده عريض من ورا الكابتن عبده والجهاز الفني عبد الصلاح الوحش. الناس محترمين. ولعبت وقلت دي رجل الشمال. فانا هبتدي العب باليمين. باليمين. وجات لي كوره في ماتش كوستاريكا. عملت 1-2 مع طاهر. وخدت التو وجات لي كوره على رجل الشمال وانا والجول. فقلت هشوط وخلاص بقى، اعمل ايه بقى؟ شوط راح خبطه في الايم وراجع لعماد سليمان راح جاب الجول. تالي ده ايه ده؟ هو ده ماتش ده كوستاريكا. ده هو ده بتقلع. ده كوستاريكا. بتلعب وانت مصاب. حلم لعيب اولمبياد يا جماعه كمان يعني، وكاس عالم شباب وكان مؤشر. هو بص طاهر عملها لي. وحلمي داخل حلم. يا سلام. لا دي دقيقه. لا دي واحده 100%. خليني ارجع بس بصوره كاس العالم للشباب تاني عشان حلمي يعني، لان دول زملائه كلهم بالتاكيد هيبقى سعيد وبقول اسمائهم. طبعا. الحارس كان طبعاً. محمد عاشور. بكرات كان مصطفى ابو الدهب. كان اسامه عباس. كان محمد حشيش. من اليمين قول لنا بقى. من اليمين عاشور. عاشور، مصطفى ابو الدهب، علاء ميهوب، محمد حشيش، خميس حسن. خميس حسن عفوا. اسامه عباس. اسامه عباس تحت ماسك الكوره من الشمال. خالد القماش. خالد القماش واعتقد انا. حلمي. وحسام ابو الفتوح والامشاطي. وطاهر ابو زيد. نعم. جيل جميل. طيب نكمل بقيه الاجوان. كان في كمان خالد القماش. وكان في خالد القماش قاعد ناس في الكوره. لا، وكان في طارق سليمان. طارق سليمان. وكان في هشام صالح وعلاء نبيل. نعم. وعلاء نبيل المجموعه. لا مجموعه. نعم. ما شاء الله. طيب ناخد بقيه اللقطات يا جماعه. حماده صدقي. حماده صدقي طبعا ده تالق بشكل غير عادي. ناخد بقيه الاهداف عشان نلحق قبل ما وقتنا يجري مع الكابتن حلمي. ده سنه 83. مش هتصدق الجول ده يا كابتن. انا كان عندي العضله الضمه كمان فيها، وكنت بشوط الكره دي بخلص منها. لا يا راجل. والله العظيم، لان انا كنت هخرج وعامل حساب ان انا هخرج مش قادر العب. جالي في اول 5 دقايق العضله الضمه. فقلت الكره دي انا هشوط واطلب التغيير. يعني انت وهي من ورا الكره دي في الاعاده من ورا من ورا الجول يعني. هتلاقيني انا بجري بعد الجول مش قادر اجري. يا نهار ابيض. والله ما قادر اجري لان العضله الضمه. وبعدين قعدت بعد الكره ما تيجي لو انا بجري بس بجري مش قادر اجري مش قادر. ناخد بقيه اللقطات يا جماعه. برضو هدف حلمي في الاهلي 2-2. هدف من ضربات الراس. هدف حلو يعني. ده من اغلى الاهداف عندي لان كنا متاخرين 2 وده صحيح ماتشات الاهلي. نعم.
ويعني من المسات اللي انا يعني بعزها جدا جدا جدا. نعم طريقها كانت حقيقه صراحه فظيعه يعني. ناخد اخر حاجه ولو انها مش هدف لحلمي لكنها من احلى الايام في تاريخ حلمي وهو مباراه السوبر الاهلي والزمالك اللي حلمي ادارها باسلوب تكتيكي انه زي ما قال عملتها رد فعل لعب على طريقه لعب النادي الاهلي ونجح. لحظه اهدار حسام غالي ضربه الجزاء اعتقد كانت تتويج لمجهودك مع الزمالك في هذا اللقاء. طبعا الحمد لله طبعا وكان بطوله النادي الاهلي واخد 4 بطولات من نادي الزمالك سوبر قبليها وده كان الماتش الخامس فالحمد لله ان احنا كسبنا فيه وخدنا كاس السوبر والسنه دي برده الحمد لله برده نادي الزمالك خد كاس السوبر برده من النادي الاهلي.